السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسباب تكوين التلج على المكيف الإسبليت أو أي مكيف آخر. فالمشكلة ليست تكون في مشكلة معينة أو عطل في دائرة معينة نحلها وبيذوب التلج، لكن المشكلة لها عدة أسباب. من أسبابها أول حاجة الحساس للوحدة الداخلية، حساس إذا كان ما بيحس درجة الحرارة جيدا وبدي إشارة للوحدة الخارجية إنها تشتغل على طول، ده بيؤدي لتكوين تلج. وغير كده ضعف المروحة، إذا كانت المروحة الداخلية ضعيفة أو لا تعمل بشكل جيد، فهذا يؤدي إلى تكوين تلج في الوحدة الداخلية. غير كده إذا كان في مشكلة في الكنترول في اللوحة، يعني تؤدي إلى تشغيل الكمبريسر مباشرة حتى إذا كانت المروحة الداخلية لا تعمل، طبعا بيؤدي برضو لتكوين تلج في الوحدة الداخلية. فهو ليس عطل في شيء معين، يعني عدة أسباب. يعني بما أنه إن عندك انت تلج معناته أنه الكمبريسر بتاعك سليم، يعني نستبعده من النقطة. أو ربما يكون الغاز سليم برضو بيتكون تلج، لكن السبب الرئيسي هو عمل الكمبريسر دون عمل الفان للوحدة الداخلية. ده السبب الرئيسي المؤدي إلى تكوين التلج. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو وقدرنا نقول الأسباب. طبعا دي ما كل الأسباب يعني، لكن ممكن أنا أكون ناسي فيها حاجة، بس دي الأسباب الرئيسية اللي بتكون التلج في الوحدة الداخلية. السلام عليكم.